الماضي لمتابعة ببيروت مباشرة من الزيتونة باي وعبر الـ MBC. فقرتنا التالية فقرة خفيفة نظيفة سريعة صحية شهية وبتشهي وبتفتح القابلية. بدي أقول مساء الخير لرامونا خليل أخصائية التغذية والضيفة الثابتة ببرنامج بيروت. أهلا وسهلا فيك رامونا. يعني وعدتي وفيتي بوعدك. الجمعة الماضية لما كنت معنا وعدتينا أنه وعطينا محاضرة جوسز وكوكتيلات لنا وجبتي لنا اياهم كمان. معك حق. نذكر بس المشاهدين هيدا الجوس والجوس الثاني كمان. وي هيدا اول واحد هو عبارة عن كيوي مخلوط مع بيزل الحبق، لأنه حكينا بالحلقة الماضية إنه البيزل كثير منيح وفينا نستعمله مع كل العصير. فينا نقول هيدا أكيد هيدا لإلك أني واي. هيدا اللي قلتي لي عنه أوكي. وهيدا كمان للمخرج. هلا بقولي لك أوكي. توني هيدا من رامونا. هلا بس بعد في شيء لإلك لسارة وأنطوانيت كل الأوبيفان كل القدامي كل القدامنا رح نحكي عنهم. وهيدا فيري لو ان كالوري لأنه تقريبا عم نحكي 120 ل 130 وحدة حرارية. وذوقي عن جد شو طيب وقولي لي. يامي يعني عن جد طيب كثير طيب كثير طيب. واحد ياخذ جوسز من وقت للثاني بس انه يعرف شو يختار يلي هن وهو يعملهم هوم ميد كثير طيبين كثير حبيت. اكيد هو اللي تقدمت يعني هيدي المطعم MBCo يلي بتحضري دائما انت المانيو اللايت مانيو عندهم. هلا عم اشتغل على لايت مانيو لMBCo صراحه بعد ما حضرنا اللايت مانيو بس جبت من عندهم السلادات يلي هلتي ورح نحكي كم كالوري بقلبهم ورح نحكي كيف يو كان شير ان كان للبنت او الشاب ليكونوا عم بحافظوا كمان على يعني انا شو بدي اقول لك اليوم اذا اكلت ما في عشاء الليله. قولي انت دائما بتنتبهي يعني. انا كثير لا اليوم فقدت كثير الغداء اونستلي سينج بس اجاني تهديد من الرجي انه اذا بمد ايدي على هيدا السلادة اللي فيها بيبي بوتيتو ما في حلقه اليوم عنها. ما بعرف تهديد وقد اعذر من انذر هيك اجاني تهديد من الرجي. يلا امر لله. وهيدا كمان غنى هيدا عبارة عن بيريز الأحمر مع ستروبري خليط كتير طيب وكمان فيري لو ان كالوري بس منا حاطين بقلبه بيزل كمان فيهم يدوقوه كتير طيب. بلش بالسلادات اليوم. وي رح نبلش كل السلادات بنقدر مثل ما قلت نحضرهم بالبيت او نطلبهم اذا كنا بايطاليان ريستورنت او باي يعني الواحد دائما يطلع على المنيو وما يفكر انه اذا ما طلع باللايت منيو يعني ما في شيء دائما صحي. أوكي. وبفضل نبعد قد ما فينا عن المشروبات الغازيه وغيرها كرمال هيك انا اعتمدت الجوس من وقت للتاني. اوكي. اول سلاد اليوم لمعنا كثير مهضومه اسمها جوت تشيز مع البيت روت او الريد بيت يلي هو شمندر مع جبنة الماعز. في شغلة كتير مهضومة غناء. أول شيء الشمندر لكل إنسان عنده إكتام بالإضافة بقلبه شيء اسمه بيتا ثيانين يعني هيدا بيحمينا من الأمراض الكانسر وبيقولوا كتير منيح للناس اللي عندهم فقر دم لأنه كتير هاي الفكرية. لا عن جد ليه ذكرى ما فينا يعني كل جمعة كل جمعة قد ايش هارو البروجرام رح نكفي سنتين على الهواء حلنا بقى نتعلم معك حق بس لازم نتعلم الطبخ عيب علينا هلا يعني خلص بكره عندي بالسناطر على الرد بالاضافه كمان انه البيت روت بقلبه الاسيد فوليك والايرن يعني لكل امراه بدها تحبل او عندها فقر دم كثير منيح. الجوت تشيز لكل شخص عنده الكولون المصران وبلاقي كمان انه هو ما بيهضم الحليب بقوه لانه بقلبه لاكتوز اليوم الجوت تشيز بقلبها اقل لاكتوز وبقلبها اكثر كالسيوم واقل فات يعني اليوم بهالسلاد كلها مع اللاتس تبعولتون كلها بقلبها 295 كالوري 200 فقط 295 كالوري مع الباين مع السنوبر يلي هو كمان صحي والحلو كمان بأمبيكو انه سنوبر محمص منه مقلي كرمال يعني هيك يعني مثلا زبده مش مقلي بالزبده او نعم مظبوط. هلا شو الصوص يلي ممكن نختارها؟ جبت ثلاثه منيح صحيين ممكن نستعملهم مع اي وحده من عاده الكابريزي نعم. اوكي هيدي اللي قدامي هي فيج مع بلسميك تخيلي انه تين مخلوط على الكنديان ستايل مع بلسميك مع الخل كل ملقعتين كبار فيهم تقريبا 90 كالوري هيدي خلينا نشوف الصوص بس اذا بدنا نقلبها تنفرجي على الكاميرا بليز فضل. رامونا اوكي 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 بالاضافه كمان عندنا الموتارد الانسيان يلي هو الموتارد الحبوب كمان معمول بطريقه صحيه وعندنا كمان الاويل وليمون صوص هول الثري
هيلثي كمان فينا نطلبهم بقلب المطعم. طب هون هودي الدريسنج كصوص قد ايه عم نحكي تقريبا بضيف على السلاده اللي كنا عم نحكي عنها؟ بضيف تقريبا 90 ل 180 كالوري، يعني ممكن هيدي السلطة توصل ل 400 ل 450 كالوري اذا كترنا الصوص معها، بس اذا كانت معتدله بتكون تقريبا 350 ل 370 كالوري. ساره شمي ولا تذوقي؟ ما الك ولا سلطه الايدي. اوكي سو هيدي كثير منيحه. كمان شغله لكل مره بالمينوبوز، المره يلي بالمينوبوز شو بنقلها؟ يعني بحاله انقطاع الدوره الشهريه او سن الياس يلي بيقولوا له، بنقول جبنه الماعز كثير منيحه وبتوطي الكوليسترول وبتخلي بتريح الاستروجين هرمون يلي بتخليها ترتاح بهيدي المرحله لما تعمل عبئات. عظيم. سو هيدي كثير اوريجينال السلطه وخفيفه، كثير حبيتها انه فيري لو ان كالوريز. معك حق. تاني وحدة الفيفورت اللي كتير طيبة وكمان دقتها كلها كتير مهضومة، هي عبارة اسمها تشيكن فيليج سلاد، عبارة عن بيبي بوتيتو، والحلو انه ما في شيء مقلي منها كلها. يعني هيدا اللي بدها اياها ساره. اوكي كمان يعني تنبلش فيه اكل من هلا. لا رح اعطيها، حرام هلا في كثير امور طيبه، ما فينا نزعل لساره. كمان الكروتون هو محمص، منه كروتون مقلي، ودوقي ملا طعمه صدقيني غنى. كيف بدك تقولي لي ذوقي؟ كيف بدي ذوقي؟ يعني انا في طعمي في اكل ساره، في اكل معي ثلاث شوك ساره. لازم تذوقيها هيدي، ما في ما تذوقيها. سرقنا وحده بس وحده ترى. اسمحي لك يا ميرسي رامونا. نحن عادة بالبيت بنجيب كروتون من خمسه او بنقطع باندومي من خمسه او توست محمص، هيدا رائع منه مقلي كمان. بالاضافه كمان بقلبه دجاج، الدجاج معمول مع الكونجن، يعني شيء خلطه كثير طيبه، بالاضافه للاونيون جام، الاونيون جام كمان خلطه صحيه عاملينها، بالاضافه للفريش الاسبرغس الهليون والفريش توميتو تشيريز توميتوز والخس، هيدي كلها عبارة عن بروتين مع شوية نشويات ل 330 كالوري، هيدي 300 بعدنا ضمن المقبول. يعني معك حق، اليوم كبنت عم تعمل دايت، ما بدي اقول بنت ما بدها تضعف، لبنت عم تعمل دايت فيها تاخذ كالوري على الغداء تقريبا، يعني اذا هي شخص ما بيضعف كثير صعبه بدها تنتبه كثير وتكون ستريكت، 400 كالوري على الغداء. اليوم فيها تاخذ سلاد لحالها، اوكي، لحدا ما بيضعف بالهين، لانه بقلبها بروتين دجاج، بقلبها نشويات لانه بقلبها بطاطا، وبقلبها الخضار والفات الصحي من الصوص يلي نحن عم ناخذها. اخذت كل الاساسات اللي لازم تاكلهم، يعني كل شيء ضروري من غذاء، من بروتين، من نشويات، كله موجود بهذا السلاد. معك حق، ودائما بنقول شغله انه اليوم نحن بننبش على البروتين يلي وذ هاي بايو افيليبيليتي، يعني المنيحة الصحية يلي بتفوت على العضلة. هيدي اهم نقطه، هيك بتكون اغلى غذاء كامل للبنت يلي عم تعمل دايت، وهي عن جد انه فيها توصل تقريبا على الغداء ل 600 وحده حراريه، فيها تاخذها مع بلا مثلا شيء كمان مشوي ابار. يعني على جنب، الشاب في ياخذ الاثنين هي اكيد لو كان عم يعمل دايت. عظيم. ننتقل للسلادة الثالثة. هيدي كمان كثير اوريجينال ومهضومة ولازم كمان حدا يجربها، هي غنى لإلك خلص. هيدي لإلك؟ هيدي بقلبها فريش تونة، نحن تناكل فريش تونة بالإجمال بنروح على محل سوشي، اليوم عند كمان عندهم منا، بقلبها روست MBCo بندورة، مطعم MBCo، روست توميتو، وكثير اوريجينال، اليوم ما بتروح بتلاقي سلاد فيها بندورة مشوية مع الصوص الاوريجينال تبعهم. مع توميتو كمان. مع البيبي بوتيتوز، بوتيتو قلنا توميتو نحن. اكزاكتلي معلش، مع بيضه وحده، هيدي البيضه مثلا 75 كالوري، مع كميه تونه كثير منيحه، بالاضافه للزيت الصحي لمريض كوليسترول لانه هو زيتون كثير منيح لنا، والسترينج بينز يعني هن اللوبيا الرفيعه الخضراء اللي معروفه هيدي فيري لو ان كالوري. يعني ترجعي على الكاميرا اكثر من كل الجهات. هيدي البينز اللي عم تحكي عنه، البينز البورشن المحطوطة ماشي ما بتتعدى 27 كالوري، يعني اليوم انا اعطيتهم حبوب بطريقة منيحة، واعطيتهم بيض المنيح للشعر لأنه بقلبه قلب مين، اعطينا كمان تونة لأنه بقلبه أوميجا 3، مع الخضار المنيحة والبندورة لايكوبين كمان كثير منيحة صحيا، كلهم بسلاد بلاتر واحد بقلبه فقط 350 كالوري،
ومثل ما قلنا اذا زدنا عليه ملعقتين كبار صوص بقلبهم فقط 90 وحده حراريه، هون صرنا تقريبا ب 440 كالوري لماكسيموم اذا زدنا الصوص 500 كالوري. انا رح خليه حتى هيك السلطه. جود تشويس. كابريزي. اوكي الكابريزي سلاد يلي معروف الكل بيعرفوها، ايجال روكا فريش روكا بشهي بالاضافه للبفلو موتزاريلا تشيز بالاضافه للفريش توميتو وعليها الباستو بازيليك على الوجه. هيدي محطوطه بقلبها اوريدي صوص ما بتنزل. بس الغريب رامونا انه انا كنت عم بحكي معك قبل الهوا استغربت انه انا كنت مفكره هيدي السلاد هي اقل سلاد بالكالوريز، انه ما فيها الا جبنه وبندوره والخضره الموجوده معك معها كمان وبيزل حبه وبيزل على الحبة. طلعت هيدي السلاد هي اكثر سلاد فيها كالوريز لانه 520 كالوري، لانه غنى الجبنه فيها كالوري بالاجمال. الحلو بهيدي الجبنه انه بيضه، يعني اليوم انا اذا بدي اجيب ترانش لنقول قشقوين اوكي ترانش القشقوين بتوصل 100 كالوري مشي شرحه بتساع انجق بساندويش. اليوم هيدي لانه فيها كميه جبنه عاليه بس هي منيحه، يعني اليوم فيك انت ورفيقتك مثلا على الغداء مع بلاتر ثاني تشير هيك مع بعضكم تاكلوها. هيدي الفرق انه الصوص بقلبها كرمال هيك 520، بينما جبنه الماعز اوكي هيدي البورشن كلها ما بتوصل 200 كالوري بس كرمال هيك جبنه الماعز موزاريلا واحد يشكل. بس شوفي رامونا انت هلا وقعتي وقعه ما فيكي بقى تطلعي منه. هلا اليوم مشاهدينا بلشنا معكم بالابيتايزرز هودا المقبلات السلاد يعني وطازه هلا محضرينهم مطعم MBCo بدبي، مش هيك رامونا؟ انت اللي عم تحضري له المانيو. مزبوط. هلا نكست ويك عندنا المين كورس مين دش والجمعه اللي بعدها بنبلش بالدستار. في يزعلكم؟ ما في دستار. لا فينا نعمل دستار دايت. ايه اكيد. لا عن جد انا البيت من فكرتنا انه ننفع المشاهدين، انا مستعده اعمل اي شيء يكون انتر اكتف. عم يطلبوا برجي هلا بدهم هيلثي كنافه. هيلثي زود على فكره هيلثي كنافه انا في اعمل لهم اياها. حلو كثير. ومره كمان عملت تشيز كيك ما بتصدقي يعني بالبيت وما بدهم شيء وقت، هي مهم انجريديان وبنتعود يعني. طيب هيك كمان تنوعد المشاهدين انه بنقدم لهم كمان المكونات والمقادير لهالاطعمه اللي عم نقدم لهم اياها. اكيد لك رامونا. وهيني قولي مجرد يطلعوا بيعرفوا انه مركزين اكثر على الخضار الداكنه مع شويه بروتينز مع شويه نشويات، هيك انسان بصغر معته بحافظ على وزن رشيق دائما. هالخضار بتعطينا بوتاسيوم؟ اكيد كل الخضره بقلبها فيتامين كي فيتامين اي بوتاسيوم، يعني الخضره بالاضافه للفيتامين دي والكلوروفيل شو ما بدك سمي لانه بتجنن الخضره. نصائح مجانيه بتتابعوها كل نهار اربعه مع رامونا خليل ببرنامج ببيروت مباشره من الزيتونه في اكيد. بس بدي اقول شغله هيدا اللي حاطينه الخس هيدا الوحيد ما بيعمل نفخه اللي حاطينه وبفيد كمان مريض السكري، منه مثل الخس اللبناني يلي هيدا منيح لبلال للكولون تبع بلال. مظبوط. ثانك يو لك رامونا. جمعة الجاي ما يندش تكرم خلص وعد. ثانك يو لك. رح ننتقل